بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 71 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم أبو عبد الله. أبو عبد الله رسالته تضمنت جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: كيف يتم الاستخلاف في الصلاة في جميع المواضع، في الوقوع وقبل وبعد قراءة الفاتحة وأثناء الركوع والسجود وفي الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول والأخير، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الاستخلاف في الصلاة معناه أن يعرض للإمام عارض يقتضي خروجه من الصلاة، فيستخلف أحد المأمومين ليكمل الصلاة بهم، فيكون خليفة عنه فيما بقي من الصلاة. كان يحس الإمام بمرض لا يستطيع معه الاستمرار، أو يخاف من انتقاض وضوئه فيتأخر، ويتقدم أحد المأمومين ويكون مكانه ويكمل الصلاة، سواء كان هذا في أثناء القيام أو في أثناء الجلوس. ويبني الإمام، يبني المستخلف على صلاة الإمام ويكمل ما بقي. هذا هو معنى الاستخلاف في الصلاة، كما استخلف عمر رضي الله عنه لما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الاستخلاف في هيئات معينة من الصلاة شيخ صالح، فيسأل عن هيئة الاستخلاف في الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول والأخير. بينا هذا، قلنا إنه يتأخر. نعم، سواء كان في القيام أو كان في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد، يتأخر ويتقدم الخليفة مكانه ويكمل الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كانوا في أثناء الجلوس بين السجدتين، يتقدم المستخلف وهو في جلسته تلك، أو كيف يكون التصرف جزاكم الله خيرا؟ لا مانع يعني أن يتقدم، سواء وهو جالس أو يتقدم أو يمشي، يقوم ويمشي. نعم، لا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا فيقول: هل يجوز المسح على الجوربين الشفافين اللذين يرى من تحتهما البشرة، وما حكم المسح على الجوربين المخرقين سواء كانت الخروق كبيرة أو صغيرة؟ المسح على الجوربين حكمه كحكم المسح على الخفين، يشترط فيهما أن يكونا ساترين لما وراءهما، بحيث لا يرى من ورائهما لون الجلد، وسواء كان مخرقين أو شفافين لا يجوز المسح عليهما، لأنهما لا يستران الرجل، المخرق لا يستر الرجل وكذلك الشفاف لا يستر الرجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال مطول، ملخصه أن الاختلاف كما يذكر كثر في مسألة القصر والمسافة التي يجوز للمسلم أن يقصر فيها الصلاة، فمنهم من يقول 80 كيلومتر، ومنهم من يقول 84، ومنهم من يقول أقل أو أكثر، وحينئذ يسألكم القول الراجح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. نعم، اختلف العلماء في السفر الذي تقصر فيه الصلاة،
فمنهم من يقول هو مطلق ما يسمى سفرا ويحمل له الزاد والمزاد دون نظر إلى المسافة، ومنهم من يرى أنه يحدد بمسيرة يومين للراحلة وهما بالمسافات العصرية 80 كيلو تقريبا، ومنهم من يحدده بثلاثة أيام للراحلة، كل له وجهة. والذين حددوه بيومين قاصدين استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، حيث اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة اليومين سفرا يحتاج إلى محرم، فدل هذا على أن المسافة المعتبرة هي مسيرة يومين للراحلة، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو الذي عليه العمل والفتوى في هذه البلاد ولله الحمد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول إذا كان الشخص في سفر لدراسة أو للعمل في الخارج وهو لا يدري متى يعود، فكم المدة التي يقصر فيها الصلاة؟ وهل إذا علم أنه سيبقى أكثر من 4 أيام فهل له أن يقصر أو يصلي مع الناس؟ جزاكم الله خيرا. الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا علم أنه سيبقى أكثر من 4 أيام أنه يتم الصلاة، لأنه تنقطع في حقه أحكام السفر وتلزمه أحكام الإقامة، ومن ذلك إتمام الصلاة. ومن باب أولى من يذهب للدراسة ويقيم سنين في بلاد الدراسة فهذا يجب عليه إتمام الصلاة لأنه أصبح مقيما، وكذلك يجب عليه صوم رمضان لأنه أصبح مقيما. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن الحجامة ومتى تكون وعن مشروعيتها، جزاكم الله خيرا، وأيضا يسأل عن أجرة الحجاء وهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحجامة ودفع لذلك مقابل، جزاكم الله خيرا. الحجامة من الطب النبوي المعروف، قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان الشفاء ففي 3: شرطة محجم وشربة عسل وكية نار، وأنا أكره النار. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة للحجام، فالحجامة طب شرعي، وأما وقت فعلها فهذا راجع إلى أهل الخبرة، هم الذين يعرفون الأوقات التي تصلح فيها الحجامة والأوقات التي لا تصلح. وكسب الحجام مباح ولكنه ردي، يعني دني، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث يعني ردي، لأن الخبيث هنا معناه الردي، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الردي من الطعام، وإلا فهو مباح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع له الأجرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن امرأة تطلقت من زوجها ومعها 3 أولاد ثم تزوجت بآخر وأنجبت منه أيضا 4 أولاد وخلف الأخي ثم توفيت، وحينئذ جاء أبناؤها من الزوج الأول مع أبنائها من الزوج الأخير يطالبون كل منهم بالتركة من والدتهم، ويسأل عن الحكم في هذه المسألة، جزاكم الله خيرا. نعم، كلهم يرثون من والدتهم، أولاد الزوج الأول وأولاد الزوج الثاني كلهم سواء في هذا، لا فرق بينهم، قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف عين ميم صاد من اليمن، تقول إذا عمل شخص عملية في عينه وظل ملازما للفراش 1 شهر و4 أيام لا يتحرك وممنوع من أشياء كثيرة كما قال له الطبيب، ولا زال الشاش مربوطا على عينه وعندها يترك مرغما الصلاة، فكيف يفعل هذا الإنسان في صلاته؟ هنا جزاكم الله خيرا. لا يجوز له ترك الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط بحال ما دام عقل الإنسان ثابتا، ولكنه يصلي على حسب حاله، قال صلى الله عليه وسلم للمريض صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. الصلاة لا تسقط عن المريض ولو كان لا يقدر على الحركة، فإنه يصلي
على حسب حاله، ويصلي جالسا إن أمكن، قائما إن أمكن، فإن لم يمكن فإنه يصلي جالسا، فإن لم يمكن فإنه يصلي على جنب. هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يستطيع الوضوء فإنه يتوضأ، وإن لم يستطع فإنه يتيمم بالتراب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء يتيمم بالتراب ويصلي ولا يترك الصلاة وهو يقدر على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن مبطلات الوضوء، وهل الدخول إلى الحمام إذا كان الإنسان على وضوء ينتقض وضوءه، وكذلك النظر إلى المرأة؟ جزاكم الله خيرا. مبطلات الوضوء الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد ومس المرأة بشهوة والنوم الذي يكون من المتكي أو المضطجع، النوم المستغرق الذي يزول معه عقل الإنسان، هذا ينقض الوضوء. هذه بعض نواقض الوضوء أو أهم نواقض الوضوء. ودخول في الحمام لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء خروج الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو غيرهما. نعم، جزاكم الله خيرا. النظر إلى المرأة أو إلى المرأة؟ النظر إلى المرأة لا ينقض الوضوء فلا حرج فيه، وكذلك النظر إلى المرأة لا ينقض الوضوء، وإنما هو إذا كانت المرأة لا تحل له النظر إليها محرم. إذا نظر إليها فإن وقصد النظر إليها بشهوة فإن النظر محرم، وهو سهم مسموم من سهام إبليس. قد قال الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في قريتنا إذا ماتت المرأة أثناء وضعها للطفل يقولون بأنها ستدخل الجنة حتى وإن كانت تاركة للصلاة، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. تارك الصلاة لا يدخل الجنة. قال تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني في النار. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أدل على أن تارك الصلاة يدخل سقر ولا يدخل الجنة والعياذ بالله. وأما أن المرأة إذا ماتت في الولادة أنها تكون من أهل الجنة، قد جاء في الحديث أنها تكون شهيدة. إذا ماتت المرأة في ولادتها تكون شهيدة من جملة الشهداء، وهذا إذا كانت محافظة على الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تكون صلاة المرأة في الصلاة الجهرية؟ هل تجهر أم تسر كما هو في الصلاة السرية؟ المرأة إذا لم يكن عندها رجال يسمعون صوتها فإنها يستحب لها أن تجهر كما يجهر الرجل. أما إذا كان عندها رجال يفتتنون بصوتها إذا سمعوه فإنها لا يجوز لها أن تجهر، بل تقرأ سرا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن الملابس التي تلبسها المرأة أثناء صلاتها، وهل يجب عليها أن تستر الكفين والقدمين؟ وإذا لم تفعل ذلك هل صلاتها كاملة أم ناقصة؟ جزاكم الله خيرا. المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها، فإن كان عندها رجال من غير محارمها فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، لأنه عورة عند الرجال الأجانب، والبقية من جسمها عورة في الصلاة، فهي تستر جميع بدنها بما في ذلك الكفان والقدمان ولا يظهر منها شيء إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الإطالة في القراءة في الركعة الأولى والثانية في الظهر فقط أم في كل الصلوات؟ جزاكم الله خيرا. الإطالة في الركعتين الأوليين من الرباعية أو من صلاة المغرب سنة، ويطيل الركعة الأولى أطول من الثانية، هكذا وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ركعتان الأوليان من الظهر، الركعتان الأوليان من العصر يطيلهما، ولكن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. وأما المغرب فقد ذكر العلماء أنه يقرأ في الركعتين الأوليين من قصار مفصل، هذا في الغالب، وفي بعض الأحيان
استحب له أن يقرأ من طوال المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور المغرب، وقرأ أيضا بالمرسلات المغرب، وقرأ أيضا بالأعراف المغرب. ففي بعض الأحيان يقرأ من السور الطوال في المغرب، ولكن الغالب أنه يقرأ في أوساط في قصار المفصل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الحناكية مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم ها عين يسأل ويقول: إنني قد حلفت بالطلاق بأنني لا أذهب إلى مكان معين، ولكني نسيت هذا الحلف وذهبت إلى ذلك المكان ولم أتذكر إلا بعد 3 سنين، فما الحكم حينئذ جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت ناسيا، الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن في قضية الطلاق هذا يحتاج إلى نظر. فإذا كنت نويت إيقاع الطلاق عند ذهابك إلى هذا المكان، فإنه يقع بك طلقة واحدة، يقع منك طلقة واحدة على زوجتك. وأما إن كنت نويت منع نفسك من الذهاب إلى هذا المكان ولم تقصد إيقاع الطلاق، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمك كفارة يمين، لأن الطلاق في هذه الحالة يجري مجرى اليمين. قد قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وتحلة الأيمان هي الكفارة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع قمر الدين الشيخ من السودان بعث برسالة يقول: إذا حضرت إلى المسجد ووجدت الإمام قد انتهى من الصلاة وشخص مسبوق، هل أصلي معه أو كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ الأولى أن تصلي وحدك أو مع جماعة آخرين قد فاتتهم الصلاة ولو واحدا. فإذا كان هناك من هو مثلك قد فاتتهم الصلاة فإنك تصلي معه، وإذا لم تجد أحدا فالأولى أن تصلي وحدك. وإن دخلت مع المسبوق واعتبرته إماما لك فهذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: قد حصل في إحدى القرى السيل وكاد يهلك الناس، ولكن أنجاهم الله بفضله، وبعد أن صلوا المغرب قام أحد المصلين وقال: نصلي ركعتين شكرا لله، هل ذلكم مشروع؟ هذا غير مشروع، هذا يعتبر بدعة. المشروع عند اندفاع النقم أو تجدد النعم سجود الشكر، أما صلاة ركعتين فهذا غير مشروع. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان يصلي ووجد على ملابسه دم، هل يعيد صلاته بعد إزالة الدم؟ إذا كان لا يدري متى أصابه هذا الدم فلا إعادة عليه. وكذلك إذا كان نسيه، إذا كان يعلم به ولكن نسي أن يغسله قبل الصلاة، فالصحيح أنه أيضا لا إعادة عليه، أنه يكون معذورا بالنسيان. نعم، جزاكم الله خيرا. هل تنقص الصلاة إذا لم استعذ من الأشياء 4 التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف؟ نعم، ينقص كمالها المستحب، كمالها المستحب. أما كمالها الواجب فإنه لا ينقص بذلك، لأن الاستعاذة من هذه 4 عند جمهور أهل العلم مستحب وليس بواجب. نعم، ما هو الرأي يحفظكم الله في الصلاة بالبنطلون للرجل، هل هي جائزة؟ ما دام أنه يستر عورته فإن صلاته به جائزة، ولكن الأولى أن يصلي بثوب واسع، لأنه قد يكون البنطلون ضيقا فلا يتمكن من الجلوس على الصفة المشروعة، أو يضايقه في حالة الركوع أو السجود، فالأولى أن يصلي بثوب واسع. وأما الإجزاء والصحة فصلاته صحيحة ما دام أنه يستر عورته. نعم، جزاكم الله خيرا. من مكة المكرمة المستمع عبد المحسن صالح يسأل ويقول: لوالدي عمارة 3 أدوار وأريد أن أبني عليها 4، علما بأن والدي تم الاتفاق بيني وبينه إذا بنيت 4 يكون ملكا لي، ثم إن والدي أطال الله في عمره سيجعل هذه 3 أدوار وقفا على الورثة، فهل يجوز أن أبني 4 ويكون ملكا لي خاص بموافقة والدي أم لا يجوز؟ لا يجوز لوالدك أن يخصك بهذا دون بقية أولاده، لأنه لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بعطية دون الآخرين، بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
ولما جاءه بشير بن عمرو رضي الله عنه، يا بشير بن سعد، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد رضي الله عنه يريد أن يشهده على عطية لابنه النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. فدل هذا على تحريم تخصيص بعض الأولاد بعطية دون إخوانه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سعد عبد العزيز محمد، مصري ومقيم في المملكة، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يسأل عن حكم تحية المسجد عند غروب الشمس، هل هي جائزة أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهي من ذوات الأسباب، تفعل عند وجود سببها في أي وقت. هذا رأي لبعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، عن صلاة النافلة في هذا الوقت الممتد، وهذا يعم تحية المسجد وغيرها. ولعل الراجح الله أعلم هو القول الأول، أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها كصلاة الكسوف، صلاة الجنازة، وتحية المسجد، وركعتي الطواف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان.